وجيء يومئذ بجهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، والزمام هو الحبل التي تجر به، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وفي مسلم قال صلى عليه الله: وفي هذه اللحظات وفي أرض المحشر، قال: يخرج عنق من النار، يا رب سلم، قال: يخرج عنق من النار في أرض المحشر، له عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق، ويقول: وكلت بثلاثة، وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد، بالطغاة وبالظلمة وبقتلة الأبرياء وبقتلة الأطفال وبمانع الزكاة وبمانع الميراث وبمن يظلم الناس، يظلم هنا وهنا 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 وهناك. قال: وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد.